اليوم بعد جلسة طويلة وفيها معاناة طبعا مع المحامي الشخصي، محامي الأستاذ طارق القضاء، فأنا بسألك سؤال. لو الناس بطلت تعمل مشاكل مع بعض، بيظل في دور للمحامين في وشغل لهم؟ والله سؤال قوي يعني. طبعا بيظل فيه، لأنه المحامين زي ما بيشتغلوا مع الجانب الإشكالي بشخصية الإنسان، بيشتغلوا مع الجانب الإيجابي كمان. المحامي إذا كان قاعد جنبك ابتداء هو بيعرفك اللي إلك واللي عليك، وبالتالي بتقل فرصة المشاكل، وكمان بتعاملوا مع الاستثمارات، بتعاملوا مع توثيق العقود، بتعاملوا مع كثير شغلات. بس والله يا أستاذ طارق الأيام هاي إذا ما جنبك محامي حقك بروح. والله أنا برأيي إنه لازم يكون جنبك دائما. الله يقويك إن شاء الله، دائما تظهر الحق. كيف محامي؟ الله محامي ما شاء الله، 100 على 100 100 على 100.